حضرتك اشتغلت في مصر 8 سنين 7 سنين او 8 سنين وسبت مصر بقالك فترة. اه لما رجعت لها دلوقتي ايه اللي اتغير فيها؟ انا ما سبتش مصر عشان ارجع لها. انا عارف ان هي بلدك التانية. مصر معايا وما يعني وما بجامل يعني انا مش يعني لا انافق في هذا الموضوع. هو اشتغلت بدول كتيرة وموجود بحكي عنهم بكل احترام وبكل محبة وبكل تقدير، ولكن مصر بالنسبة لي ما بعرف فاتت بدمي، يمكن لأني عشت معاناة، عشت أزمات بمصر، اعتبرت حالي مصر. مصر بحبها. هلأ اليوم إلي فترة ما جيت كان معي صديقي وخيي شريف بديع نور اللي كان رئيس تحرير برامجي بالقاهرة والناس، صار يدلني أنه عم بيعملوا مترو هون فوق الطرقات، كباري، محطات. هلأ في ناس بتيجي بتقلك طيب ما نحن بدنا ناكل. ابدا يا اخي، ما في نظر لبكره، ما في نظر للمستقبل. في مثل كتير مهم بالحياه، هلا يمكن نحن بقولوا لك عم بنظر، كان يقول له ما تعطيه سمكه تاكل، علمني الصيد. علم الصيد اللي عم بيصير بمصر اليوم هو عم هو تعليم الصيد لكل مواطن. بعد فتره يصير هو يتصيد سمكته وياكل هو وعائلته، ولكن اذا بدنا نضل باقيين كل العمر ننطرهم يعطونا السمكة تناكلها، رح نبقى ننطر السمكة تناكلها. هيدا اللي شفته أنا. أنت موجود في مصر ومنورني ومنور كل المصريين بيحبوك، وأنت عارف كده كويس قوي، ودموعك غالية عليا. مش هكمل الفقرة، نطلع فاصل. يلا يلا بينا.